عجيبة حدثت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في المدينة المنورة، وكان عنده والي هو حاط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مكة. فجاءه هذا الوالي إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: من استخلفت مكانك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، استخلفت ابن البزي مولى. فقال: استخلفت مولى؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل ابن البزي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ألا والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإني لأرجو أن يكون ابن البزي منهم. لاحظ تقدير عمر بن الخطاب لابن البزي. في البداية سأل: ليش استخلفت؟ فلما علم أنه حافظ لكتاب الله على طول رفع قدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وأن تكونون أنتم يا حفظة القرآن منهم أيضا بإذن الله عز وجل.